برج الحمل، انت حاليا طاقتك غريبة شوية، انت خايف من حد. اوكي، هو دي كانت الاول. لا دي خايف من حد او خايف من ردة فعل حد، وطاقة الشريك محتار. ممكن تكون الشريك مهددك بالرحيل ومحتار ما بين يرحل ولا ما يرحلش. ممكن يكون الشريك عنده طرف ثالث ومحتار ما بينك وبين حد، ولذلك انت خائف جدا انه بجد يعمل اللي في دماغه ويرحل بعيد. باين جدا ان الشريك فعلا عنيد قوي ومصدر لك وش مش لطيف. طب تعالى نشوف كده مشاعره ايه. مشاعرك انت اللي عندك الطرف الثالث ولا ايه؟ شكلك كده انت اللي عندك الطرف الثالث. ممكن يكون هو كمان عنده طرف ثالث. هو كمان ممكن يكون عنده طرف ثالث. طبعا دي انا عملت توضيحات كده عشان الناس اللي بتزعل من التفنيط، بيقول لك ايه صوت التفنيط وحاجات، ودي نصيحة. طيب بص يا برج الحمل، خلينا متفقين ان القراءة ممكن تكون عكسية، يعني انت مكانك هنا، لا الشريك هو اللي هنا وانت اللي هنا، تمام كده؟ اوكي، عشان متفقين، ولكن احنا هنقرأها على اللي انا عملته، ان الشريك هنا وانت اللي هنا. طيب بص يا برج الحمل، الشريك الان في وضع ترقب، بيراقبك بيراقبك ولكن مختفي عنك. اختفى عنك ليه؟ لانه بيفكر جامد قوي، ولما بيكون معاك ممكن يكون بتصعب عليه مسألة التفكير دي، يعني ممكن تكون بتزن عليه شوية، بتقعد توجه له تقول له اخلص بقى انا تعبت، انت معلقني، انت كذا، والحاجات دي، تمام؟ فهو يعني مجمد مشاعره عليك لانه عنيد جدا ومختفي، مختفي تماما. ممكن يكون عمل لك بلوك على الواتساب، ولكن رغم البلوك هو بيفكر لسه، ما نهاش. اوعى تفتكر انه نهى يعني، لا 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 لسه ما نهاش، هو بيفكر. السيناريو الاخر ان هذا الشريك عنده طرف اخر وبيفكر ما بينك وما بينه، مش عارف يختار مين، يكمل معاك ولا يروح يبتدي بداية جديدة بعيدة عنك. طيب هناك سيناريو اخر ايضا، احب انا اقول السيناريوهات. انتوا الاتنين، ركز معايا بقى، بوس ايدك يا برج الحمل، انتوا الاتنين عندكوا طرف تالت، سواء انت رجع لك طرف تالت من الماضي او هو اصلا عنده طرف جديد او قديم، تمام؟ تمام، لان انت عندك هنا التلات عصيان والتلات كوبايات، فانا مش عارف افسرها غير كده، هي قدامي كده. انت عندك طرف تالت وزهقت من العلاقة دي وعايز تنهيها وتروح للطرف التالت ده. حلو حلو، فهو اكتشف ان عندك طرف تالت، قال طب يلا كويس قوي انك جيت في الوقت المناسب، انا كمان عندي طرف تالت. شخص عنيد على فكرة، هذا الشخص شخص عنيد، ويبين دايما للناس انا مية مية وعندي، بص بص بيقول لك انا عندي كتير قوي، انت ولا حاجة، يعني ايه كوباية تنقص ما بينهم، مش مشكلة، انا فخور باللي عندي. فهو عنده طرف اخر ايضا وعايز يبتدي معاه بداية جديدة. حلو حلو جدا، وانت كمان عندك طرف، ممكن يكون الطرف ده مش علاقة، ممكن يكون حد عارض عليك عرض، واحد متقدم لك، ابن خالتك، ابن عمتك، زميل اخوكي مثلا، اي حاجة من الحاجات دي. ممكن تكون قلت له مثلا، وممكن تكون ما قلتلوش. طيب الشخص ده شايفك ازاي؟ بص بقى، شايفك ازاي بقى؟ بص بقى، يعني هو يعني هل هو ذكي بهذا الذكاء الخارق مثلا، هنقول مثلا ولا ايه؟ لانه شايفك التمبرس، شايفك ان انت انت اتغيرت، مش اتغيرتي للأسوأ، انت اتغيرتي للاحسن فجأة بدون اي مقدمات، من واحدة بتزن لواحدة هادية. طبعا ما بعيبش على الزنانين خالص، اوكي، عشان بس محدش يجي يقول لي يعني ايه بتزن. من واحدة بتطلب طلبات كتير جدا اي حاجة بترضى بيها. ندي مثال تاني، ما كنتيش محجبة اتحجبتي، تغيير عموما يعني، او كنت محجبة قلعت الحجاب، بدأت تهتم بنفسك، او بدأت انت كمان تهتم بنفسك، بقيت تهتم بحالك،
فهو استغرب ايه ده، ايه التغيير المفاجئ ده، وانا جاي امشي تقومي متغيره. بص شايفك ايه، شايفك ان انت حرفيا مسيطر على حياتك وان انت مبسوط جدا ومفيش حاجه. هتمشي همشي، هتبعد هبعد، هتروح لطرف تالت هروح لطرف تالت. مش لازم الطرف التالت يا جماعه يكون خيانه، ممكن يكون عرض اخر متقدم لي وانا مرتبطه، ولكن هذا الشخص اللي انا مرتبطه معاه شخص مش كفء مش كويس، فانا عايز اسيبه عشان العلاقه كانت بايظه. فانت اتغيرت يا برج الحمل، اتغيرت وما بقتش بتاع زمان، ما بقتش الشخص اللي ممكن يكون ممكن تكون مثلا كان كل ما يجي يمشي تمسك فيه مثلا، ما بقتش كده، بقيت تهتم بنفسك وتسيب كل حاجه بقى ورا ظهرك حرفيا، وانك عايز تبتدي بدايه جديده وباصص لقدام مش لورا. عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط وانا هفضل كده؟ لا، طب خلي بالك بقى انا عندي طرف تاني. يلا يا عم، مفاجأة مش كده؟ مفاجأة. طب هو شايفك كده، انت شايفه ازاي بقى؟ بص بقى، في اختلافات ما بينكم على فكرة، في اختلافات قوية كمان ممكن تكون في التفكير. انت شايفه ان هو شخص مش عايز اقول خدعك، ولكن هذا الشخص رحل مرة واحدة بدون ادنى مقدمات، فجأة رحل من هذه العلاقة. شوف الجمال، شوف العلاقة، 4 عصيان ورد وماسكين ورود وبنحب بعض، قلب الصفحة في ثانية، في ثانية قلب عليك. انت شايفه شخص ايه ده؟ ايه اللي خلاك تعمل ده كله؟ ما انتش فاهم. عشان كده انت زي ما تكون مش مصدق، انت مش مصدق اللي بيحصل. ده حقيقة؟ ده حقيقة انت مشيت من العلاقة فعلا؟ ده حقيقة؟ ده فعلا نهيت مرة واحدة؟ الشخص ده قفل عليك ميه ونور، لو هو قفل عليك عمل لك بلوك وكده كل حاجة فجأة مرة واحدة قفل عليك. ممكن يكون الشخص ده اكتشف ان انت في حد مقدم لك عرض، وممكن تكون مثلا قلت له بالليل انا متقدم لي واحد، قام عامل لك بلوك من غير ما يسمع، من غير ما يعرف التبرير، مشي، لانه شخص عنيد وما بيقبلش حد يهزمه اصلا، اصلا ما يقبلش حد يهزمه وما يقبلش حد يقول له انا ماشي، هو اللي يمشي. بس هو عنده شخص تاني، عنده شخص تاني على فكرة. فانت شايفه ان هو اختفى مرة واحدة وهد المعبد علي فيه، موت المشاعر الحلوة، موت الاستقرار، كل حاجة وقع، كل حاجة وقع، العصيان دي خلاها رملة. لا، ومع ذلك هو ما شايفك ان انت شخص اتغيرت. بس هو اعتقد يا برج الحمل لو في طرف تالت بقى، السيناريو ده لو هينطبق عليكم، هو شعر ان انت اتغيرت للطرف التالت ده، مش ليه هو خالص، مش ليه هو خالص. طيب، في اختلافات ما بينكم، مش عارفة هل اختلافات دينية، ممكن تبقى اختلافات دينية، ولكن ممكن تبقى اختلافات عادي يعني فكرية، ممكن تبقوا اتنين شبه بعض ولكن اختلافات فكرية. طب ايه الشيء اللي هو عايز يعمله؟ بص بقى وركز معايا. الشخص ده عايز يشتغل على علاقة قديمة او جديدة، هو ما يعرفش حتى الان، هو حتى الان محتار، بس هو عايز يشتغل على علاقة وعايز يبتدي علاقة اصلا، وعايز ينهي الصراع ده بقى. كفاية بقى، كفاية، هو في صراع ما بينكم تقريبا، كل ما تيجي تتكلموا مع بعض بتتخانقوا، حاجة زي كده يعني كل ما تيجي تقول له كلمة يقول لك اسكت بقى انا مش طايقك وكده، ويقفل السكة في وشك ويمشي. فهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة، سواء معاك بقى او مع حد اخر، ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة، حتى الان ولم يأخذ ذلك القرار بس بكل بساطة. لكن هو كل منيته انه ينهي هذا الصراع، سواء كان ببداية معاك او بداية مع غيرك بقى، ويمشي ويسيبك. انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع، خدعك، مشي من العلاقة مرة واحدة. وانت بجد عايز تتغير على فكرة برج الحمل، مش هزار. وان كنت ما اتغيرتش ابدأ، انت شخص جميل قوي على فكرة، وعندك مشاعر التغيير، عايز تتغير، عايز تغير حياتك. انت شاعر ان العلاقة دي، ايوه، انت شاعر ان هذه العلاقة كانت علاقة مملة، او مش مملة بالمعنى الحرفي، ولكن كان بينقصها شيء.
ايه هو بقى مش عارف تحط ايدك عليه. يعني هي فيها استقرار، في اتنين اهم واقفين اهم مبسوطين، بس في حاجه جوه العلاقه دي كانت ناقصه. ممكن تكون انت كنت مش فاهمها، مش فاهم، او انت مش فاهماه، حاجه زي كده. ولكن انت الان في ثوبك الجديد، عايز تتغير، وده فعلا بص ده التمبرنس مع الميشن، ده الساحر، يعني تغيير واضح وصريح، وكل اللي هيشوفك يقول لك انت اتغيرت. انت عايز تستقر يا برج الحمل، عايز تستقر، انت عايز ممكن نقول ايه، انت عايز تتجوز وتبتدي بداية جديدة بقى. كفاية بقى، في أزمة انت عايز تتخلص منها وترتاح بقى، ترتاح تقعد ملك كده زمانك، تخلص من الخناقة الفاضية دي. تشعر ان هو كل ما تروح تكلمه يروح ضاحك كده ومش راضد عليك. طب ليه يا عم بتعمل معايا كده؟ اه هو انا مش طايقك، مش عايز اشوفك تاني مثلا. وعلى فكرة برضو ممكن تكون علاقة ثلاثية، هو عنده طرف لكن انت مش عارفة عندك طرف ولا. هنشوف النصيحة في الاخر، هنشوف الكلام ده. لكن انت عايز تغير حياتك، انت عايز تستقر، انت عايزة تبقي ام، عايزة تتجوزي. انت بالظبط انت عايزة تتجوزي، انا مش بهزر. والشخص ده ممكن يكون كل ما الشخص ده ما كانش واضح، بالظبط الشخص ده ما كانش واضح معاك، كان في غموض من ناحية مشاعره، ما كنتش فاهمة هو عايز جواز ولا عايز لعب عيال ولا انت عايز ايه بالظبط، مش راضي يوضح. لانه في طرف تاني في هذه العلاقة، في طرف سوري ثالث، عشان كده ما كانش واضح. انت مش فاهم هو بيعمل كده ليه، وبعدين كل شوية يمشي ويروح، يمشي ويروح، يمشي ويروح، ما انتش فاهم في ايه. ايه يا عم عمال تخرج وتيجي تخرج وتيجي، انت انا تعبت عشان كده، وحاسس ان انت اتغيرت ومستعد انك تبني حياتك من غيره خالص. انت ممكن تلغيه، تمسحه باستيكه. انت جاي لك عرض على فكره، صح كده، انت جاي لك عرض خطوبه، ده اللي هنشوفه تاني. انت جاي لك عرض خطوبه، عرض زواج صريح، في شخص جاي يقول لك تعالى تعالى بقى انا متقدم لك، وشخص حلو قوي. انت عايز تستقر، عايز تستقر وتتقدم للامام وتترك تلك العلاقه، تترك تلك العلاقه. لكن هو عايز ياخد قرار. الشخص ده متردد وعنيد وما بيرساش على بر، ويتعب هو تخصص تقريبا كده، بيتعب اللي حواليه وخلاص، بس يخش في العلاقة يتعب اللي حواليه ويمشي. يديك شوية مشاعر يحسسك بان انت ملكت الكون في ايدك، وبعد كده يجري. يا عم عايز ايه؟ انا معرفش انا عايز ايه، انا معرفش انا عايز ايه. انت ممكن تكون بتتعامل مع برج ايه يا ربي، برج الحوت، القوس برضو اوكي، وبرج هوائي، وبرج مائي، وبرج الدلو، وبرج برضو ايه هنشوف تاني، وسرطان، السرطان والتور، السرطان والتور. طيب هذا الشخص بقى، وده الغريب بقى، ده الغريب اللي انا عارفه ان معظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتستقر. الشخص ده ممكن يكون باين لك ان هو مهمل، وانه مش بتاع جواز مثلا، وانه شخص متردد، وكان في طرف ثالث وهو الكلام ده، ولكن كانت هذه العلاقه بالنسبه له علاقه ذا ستار، وعلاقه جميله جدا، وتحقيق امنيات. هي كانت امنيه في ايه بقى؟ هو شايف ان العلاقه دي كان فيها حب على فكره، والله مش هزار، يعني انت ممكن تكون مش شايف ده، وشايف ان العلاقه، عشان كده هو متردد يا برج الحمل، عشان كده مش راضي يرسيك على بر. انت كل ما تقوله احنا هننهي ولا هنرجع ولا هنرجع، فهو مش عارف، محتار، لان هو شايفك الاس اوف كابس والاس اوف بانتكلز، انت حقيقه في حياته، انت حب، شايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حاجه حلوه، هتبقى علاقه مثمره، شايف كده. هي كانت امنيه بالنسبه له هذه العلاقه، اوكي، هو شايف كده، دي وجهه نظره. انما انت وجهه نظرك انها علاقه فيها صعوبات، بالظبط زي ما انا قلت لك، في حاجات فيها ندم، في شخص بيدي ويجري، شخص بيندم اللي معاه على انه دخل معاه علاقة اصلا، يعني هو ده المعنى الدقيق يعني. وشايف ايه كمان بالظبط؟ انت شايف ان هو كان معلقك وكان ما كنتش فاهمه. ايوه هو شخص مش مفهوم، غامض، شخص غامض، شخص غامض مش مفهوم، شخص متحكم قوي، مسيطر، بيحب يسيطر على اللي معاه قوي ويمشي على كيفه، وانا غامض وهفضل غامض، مش انت ما تتحكميش فيا، لو راجل انت ما تتحكميش فيا، لو ست مالكش دعوه بيا، انا اقرر وقت ما اقرر. وكان معلقك معاه
وهو ما بارد، شخص بارد ما بيحسش. اوكي، انت عايز تمشي بقى، عايز تبص لحاجة تانية، انت باصص لحاجة تانية. مش بقولك انت في حد مقدم لك عرض، انت باصص لشيء تاخر، عايز تمشي وترحل من هذه العلاقة. ممكن يكون لان هو شايفها كده، فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معاك بعد كل الليلة دي كلها كده، عايز بداية جديدة، ولكن لم يقرر بعد. ممكن في شهر 8 ما يقررش خالص. طيب النصيحة ايه بقى؟ طيب بص يا برج الحمل، والكلام ده تاخد بيه او ما تاخدش بيه. العلاقة دي علاقة ثلاثية، اوكي؟ الطرف ده عنده طرف تاني، عنده طرف تاني، ماشي؟ وانت عندك عرض، في حد مقدم لك عرض، اوكي؟ النصيحة بتقول لك امشي بقى من وجع القلب ده. انت موجوع على فكرة، موجوع مش هزار. فامشي بقى من وجع القلب ده، وخد قرار حازم بالرحيل. خد قرار حازم، انت مش عارف، انت كمان محتار. خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى. بالظبط كده. لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل، روح له، لان ده العرض الصح، ده قدرك، ربنا بعت لك عرض لطيف. لو متقدم لك شخص تاني، خطوبة، علاقة تانية، علاقة جادة، علاقة جادة مش هزار على فكرة دي، لو شخص متقدم لك فده كارتك اصلا، ده كارتك، ده كارتك. ارجع بقى لأصلك ولذاتك، واقفل على الموضوع ده تماما. خد قرار حازم بإنهاء وجع القلب ده، ده وجع قلب. الشخص ده هيفضل يروح ويجي، يروح ويجي، ومش هيستقر، لأنه شخص متردد وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه. فانت تقول له بص انا هريحك، انا ماشي، اعمل اللي تعمله بقى، انا رايح لعرض تاني، انا رايح لحد تاني، في حد تاني احسن، في حد تاني احسن، لا اكتر ولا اقل. الموضوع صعب، الموضوع صعب طبعا، الموضوع صعب. طب نشوف لك كده لو في عرض تاني، العرض ده ايه عشان برضو نبقى متأكدين. هل لو هناك عرض اخر انت عايزة تنزلي؟ اهو، اتفضل يا سيدي، اتفضل يا سيدي على الاستقرار، توأم الروح يا سيدي، يا سيدي يا سيدي، يلا يا عم. بفت خطوبة، انت عايز تتجوز، مش بقولك انت عايز تتجوز او انت عايزة تتجوزي، اصل مش لازم تكون دي ست، يعني لو راجل بيتفرج، انت عايز تستقر، لان هنا برضو عندي الراجل اهو. بص ده جوز دي ده جوز دي اصلا، فلو انت راجل يلا يا عم خش على دي على طول، خش عليها وقول لها مساء الخير، مساء الخير، اتفضلي الكوباية، يلا انطلق يا برج الحمل، انطلق. هذه العلاقة فيها وجع قلب، الشخص ده شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجات وكانت نجمة ولكن هو مش هيتغير، هيفضل الشخص الحيران، هيروح ويجي، يروح ويجي ما بينك وبين طرف آخر. طب وعلى ايه؟ انا ماشي، انا ماشي، امشي لعلاقة تانية، انا عايز استقر، عايز اتجوز، عايز راحة، مش عايزة وجع قلب. عايزين الكارت ده يبقى مقلوب يا برج الحمل، مش عايزين ده، ده وجع قلب، ارحل من وجع القلب. انا هعتبر الكارت ده مقلوب يا برج الحمل، هعتبره مقلوب، هعتبرك خدت وعد عليك بعد الفيديو ده انك تقلب الكارت ده وترحل من هذا الشخص، ترحل منه تماما. اوكي، خلينا متفقين على كده، خلينا متفقين على انك راحل من هذا الشخص. في توأم روح جاي لك، في توأم روح جاي لك، في شخص تاني هيجي لك، لكن هذه العلاقة علاقة ثلاثية، وهتكتشف ان انت احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرف هتلاقيه خطب او دخل في علاقة تانية، احتمال وارد، احتمال وارد يعني. ميرسي جدا يا برج الحمل، اتمنى ما تكونش ازعجتكم، واتمنى ما يكونش، يعني انا عايزاكم يبقى مشاعركم، يعني ده كارتك، راح فين كارتك؟ انا عايزك تبقى شبه الراجل ده، ده كارتك اصلا. انت لو جالك حد من برج الحمل شبهك خده، عشان ده توأم روحك، خد القرار بقى وارحل من هذه العلاقة. يا رب تكون القراءة عجبتكم، والقراءة للمرة الـ600 ممكن تكون عكسية. شكرا لكم يا رب.